gamla, du fria, du fjälliga mor, du tysta, du glädjerika sköna. Jag hälsar dig vänaste land upp på jord, din sol, din himmel, dina händer gröna. مشاهدينا متابعي طبق وبلد والكومبس، بدي اياكم تحضروا هالحلقة الخاصة باليوم الوطني السويدي وعيد العلم. تابعوني بحلقة كتير مميزة، اوعى تفوتكن الحلقة، اوكي؟ يلا. كلاود نحن عالجداد سامبا تاك هلو. Hur firar du idag? Med att jobba. Du jobbar, bistegel i haram. Kif tahtiflu liom? Shubtu shub ta'amlu? Yani sawina torta mbareh. Ashar liom. Hello. O akelna. Wa liom jina al skansan. Sahtin. Jag vill fira internationella dagen här med min son och min syster i Skansen. Din syster, kom. هيدا الكشك مطرح ما بيعمل اللوز المحمص بالسكر، فيك تقلي كيف بتعملوه؟ نخلطوا اللوز بالسكر وشوية فانيلا وشوية مية، نخلطوا والسكر يبدأ يدور ويولو برندا يتحمص مطلع. يتحمص. واو. فاتكر دي أم آتا؟ تاكو. تاكو؟ بانكوكر. بانكوكر. مشاهدينا معي واحد إيطالي. لكن شو تقول؟ ما في غيره. كرات اللحم. وهلا معي واحد سويدي. Do you cook anything special today? No, I haven't cooked anything really. It's no. I'm thinking about actually going to a restaurant later to actually get some lox maybe. شو أكثر ثلاث أكلات سويدية بتحبها؟ أنا بحب كل شيء. بحب كل شيء. بتحبي ماما وبابا؟ You know, I just know something about this seafoods. Salmon. Salmon, yeah, like salmon fish, yeah. قد ايه صار لك هون بالسويد؟ 15 15 سنة 19 19 سنة 25؟ لا كل شوي بيزيد 17 من 2000 17 30 سنة 30 سنة 15 سنة 15 سنة مبسوطين هون مبسوطين خلص صارت بلدكم تعتبر ولا بعد تعتبر انه المغرب لا بلدنا هي المغرب والسويد ايه الاثنين رمضان رمضان كريم كريم رمضان كريم رمضان كريم رمضان كريم رمضان كريم again مشاهدينا ماشي نروح نشوف الشيف شو طبخ لنا لليوم
بتعرفوا الأكلات الشعبية اللي ببلاد العربية مثل الفول والفلافل؟ هون بسويد الشوتبولر هي الأكلة الشعبية رقم واحد. وبما أنه حلقة اليوم عن العيد الوطني السويدي وعيد العلم، فكان لابد أنه طبقنا لليوم يكون هالأكلة المميزة واللي ما بننسى أنها بتجمع بين البروتينات والنشويات المفيدة جداً والضرورية للجسم. وهلأ خلونا نشوف مين المحظوظ معنا بحلقة اليوم واللي فاز. بدي اياكم تقولوا لي ثلاث اكلات سويديه شعبيه. يا مكرونه روشوت بولار دي فوشتا. And the second one is surströmming. It's one type of fish. اها. Lax pudding. باستا مشط فشتوس. باستا مشط فشتوس. أتشوبا كروبكاكا وشوت بولار. What the most traditional Ethiopian food so you get a prize? One dish is zigni. It's a spicy stew with meat. زقني وديني جايزة. Exactly. طب اضحك. حسب الهدية. شو ربحنا؟ شوفتي؟ دي فينر 400 كرونة فرون الشامي سنتر. شكرا. شكرا. بتفيد شكرا. تك. لا زكي. شكلا. شكلا؟ شكلتي الشوكولاتة. ربحتوا 200 كرون من عند محلات الشامي سنتر. هيك ساعتها بتروح بتشتري هلا اغراض لحمه وفواكه عشان سفره رمضان اليوم. ربحتوا كوبون من عند الشامي سنتر لحتى تشتري لها كاندي. ادي جلادني. برا. بس انتوا رح تربحوا معي قاسمه شرائيه بقيمه 500 كرون من اس اي موبلر. الف مبروك. شكرا كثير. You just win 500 كرون from اس اي موبلر. I buy a sofa. Yeah, you need it. One, I feel it. One chair. For me. شكرا جزيلا. شكرا. رمضان كريم انسكبي فور الله الكومبيس. رمضان كريم. متابعي طبق بلد بتمنى انكم تكونوا انبسطتوا بحلقة اليوم المميزة عن اليوم الوطني السويدي. شوفكم بكرة بحلقة جديدة طبق بلد على الكومبيس.